واش دين؟ يلا نبداو. اليوم غادي نشوفوا واحد الشابيتر اللي جديد اللي كيهضر لينا على لي بولينوم، واللي غنحاولوا نديروا فيه كاع داكشي اللي مهم، يعني ما غاديش نطولوا فيه بزاف. غادي تفهم الكور ديالك، غنعطيك قواعد غتطبقهم غتجيب النقاط ان شاء الله. ولكن قبل ما نبداو بغيت نشكركم بزاف على التفاعل ديالكم مع الفيديوهات ومع المحتوى اللي كنقدموا، راه كيعني لنا هادشي بزاف والله، واخا غير حركه بسيطه منكم راه كتعني لنا بزاف، وشكرا بزاف من القلب والله. نبداو الدرس ديالنا. اول حاجه ملي غادي نبغيو حنا نبداو هذا الشابيتر هذا خصنا نفهموا شنو هو ان بولينوم. شنو هو ان بولينوم؟ ان بولينوم هو توت فونكسيون كتكتب من على هذا الشكل هذا. هي بولينوم راه واحد الفونكسيون، يعني كتعطيه الفونكسيون شنو كنعرفوا عليها، الفونكسيون اللي عندها فاريابل واحد كتعطيها هذيك الفاريابل كتعوضو مثلا بشي عدد مثلا ابارتيان ار ولا ابارتيان اس على حساب واش هذيك الفونكسيون راه كاينه في ار ولا كاينه في سي، وكتعطيك الريزولتا. يعني بحال مثلا نعطيك ملي كنا حنا كنقراو باللي اف دو اكس مثلا كتساوي لك مثلا مثلا ليكسبونونسيال ديال اكس مثلا، كنقول لك باللي حسب لي اف دو زيرو مثلا، تقول لي باللي اف دو زيرو كتساوي لك هي ليكسبونونسيال ديال الزيرو كتساوي لنا واحد. يعني كتشد هذوك لي زيكس كتعوضهم، هذيك الفاريابل كتعوضها بهذاك الرقم ديالك اللي بغيتي تحسب فيه هذيك الفونكسيون، وكتشوف الريزلتا شحال. بحال هكا هاد لي بولينوم، غير هاد البولينوم تيكون عندهم شكل واحد، يعني واحد هو واحد النوع متخصص ديال لي فونكسيون اللي كيكون تيتكتب لنا على واحد الشكل اللي هو موحد. اللي كيفاش كيتكتب لنا؟ مثلا خدينا واحد البولينوم سميناه بي على وزن بولينوم غنسميو بي دو اكس، ولكن راه تقدر مثلا تلقى اف دو اكس، جي دو اكس، كيو دو اكس. غير دابا انا غنعطي مثال، غنعطي بي وصافي. مثلا خدينا بلي واحد البولينوم بي دو اكس كيفاش غنلقاه مكتوب؟ انت ركز معايا مزيان. ديما كنبداو من لو غون زيرو، انت غنبدا من ا زيرو الكوفيسيون ا زيرو فوا غنضربها في اكس ا بيسونس زيرو، وكنبقاو غاديين غنمشيو لو غون 1 غادي ندير ا 1 فوا اكس ا بيسونس 1، ها هي ا 1 fois x à puissance 1 plus ramsil a2 fois x à puissance 2 plus a3 fois x à puissance 3 plus amqa radin c'est le plus an fois x à puissance n. دابا كاينين جوج ديال الاسئله عندنا. السؤال الاول هو انه شنو هما هاد a2 وهاد a0 a1 a2 a3 وهذيك a1؟ شنو هما هذوك؟ سون دي كوفيسيون اللي يقدروا يكونوا ابارتيان ار، يقدروا يكونوا ابارتيان سي، يقدروا يكونوا المهم بالخصوص يقدروا يكونوا يا اما ابارتيان ار يا اما يكونوا ابارتيان سي. يعني يقدر مثلا هذا يكون عدد حقيقي ولا يكون عدد ماشي حقيقي اللي ابارتيان سي، يعني تتكتب لنا على شكل حنا عارفين باللي اي نومبر ابارتيان سي يعني اي عدد عقدي ابارتيان سي. انت مثلا خدينا واحد زد ابارتيان سي غير واحد التذكير وصافي. الوغ هذيك زد كيفاش نلقاو مكتوب لنا؟ انت هذه غير واحد التذكير باللي زاد نلقاو كيتكتب لنا على شكل الفا بلس اي فوا بيتا، تيل كو هذيك الفا وبيتا راه ابارتيان ار. يعني شنو غنستنتجو؟ غنستنتجو باللي لي نومبر اللي كاين عندنا في السي راه هو واحد النومبر اللي كناخذو منه كنكتبوه على شكل الفا بلس اي بيتا، تيل كو هذيك الفا وبيتا راه كناخذهم من ار، يعني ار اللي كيعطينا هذوك جوج ديال الاعداد وكنستنتجو منهم واحد لو نومبر ابارتيان سي. وواحد الحاجه اللي خصك تفهمها وحده اخرى غير باش تعرف راسك فين غادي وصافي، ماشي غير غادي تحفظ وصافي. هاد لونسومبل سي هو واحد لونسومبل اللي كبير بارابور هاد ار، تيل كو وسط منه كتلقى لي نومبر اللي كاينين في ار هكاك. يعني غناخذو مثلا بحال هكا، خدينا هذا هو لونسومبل سي مثلا، هذا هو لونسومبل سي. الا مشينا قلبنا لداخل ديالو غنلقاو واحد لونسومبل صغير اللي هو ار اللي فيه لي نومبر اللي كاينين في ار، تال كو مثلا الا خدينا واحد لو نومبر ابارتينا مثلا هذا راه قلنا هو هذا هو ار، وهذا الكبير كاع هو السي، ولا لاحظنا باللي ار راه كاين وسط السي. مثلا الا خدينا واحد لو نومبر ابارتينا ار، مثلا خدينا واحد لو نومبر بلس ابارتينا ار 2 ولا 1 ولا 3 لا غاسين ديال 3 1 سور 2. المهم خدينا واحد لو نومبر ابارتينا ار راه تنقولوا بلي هذاك لو نومبر ابارتيان حتى للسي. ولكن الا خدينا بلي واحد لو نومبر موا مثلا، انا غير كنسميه بحال هكا وصافي، نقدر مثلا هذا نسميه مثلا ا وهذا نسميه بي، مثلا لو نومبر ا وهذا لو نومبر بي. هذا لو نومبر بي مثلا الا قلنا بلي هو هذا لو نومبر بي راه ابارتينا سي، واش عندي الحق نقول بلي هو ابارتينا ار؟ لا، يعني الا خدينا واحد لو نومبر في سي ماشي بالضروره يكون ابارتينا ار، ولكن الا خدينا ابارتينا ار راه بالضروره غيكون عندنا في سي. المهم غير باش تفهموا صافي، ماشي زعما في الكور عندنا ولا شي حاجه، غير باش تعرف راسك فين غادي وشنو كتقراو صافي. ما علينا. هاد لي كوفيسيون اللي خصك تعرف عليهم هو انهم يقدروا يكونوا عندنا نيول. تقدر مثلا تلقى باللي مثلا ا 1 فشي بولينوم مثلا معطيلك فشي تمرين تلقى باللي ا 1 مثلا راه هو نيول ولا ا 2 ولا ا 3 ولا شي حاجه بحال هكا، يعني بحال هادي. واحد القضيه وحده اخرى خصك تفهمها وهو انه هاد اكس ا بيسونس زيرو ما غاديش تلقاها بعض المرات في التمارين بحال هكا ما تلقاش بلي اكس البويسونس زيرو. علاش؟ حيت اي عدد ني با نول كنركز عليها ني با نول حيت عندنا الزيرو البويسونس زيرو راه فورم انديتيرميني، ولكن اي عدد اللي هو ني با نول البويسونس زيرو كيساوي لنا واحد ديما، يعني ديما غنلقاو بلي هنايا ا زيرو مضروبه لنا في واحد، ما مضروباش لنا في اكس البويسونس زيرو، هي راه نفس الحاجه غير هي هنايا تيكون في التمرين ديالنا تيكون عندنا ا زيرو فوا 1. نعطيو امثله، ولكن قبل واحد القضيه، هاد لي بولينوم هادو كما قلنا يا اما يقدروا يكونوا ابارتينا ار يا اما تيكونوا ابارتينا سي. تيجي عندك في التمرين كيقول لك باللي مثلا سوا واحد البولينوم ولا جوج ديال لي بولينوم راه ابارتين لهاد لونسومبل، مثلا قال لك ابارتينا ار، شنو كيعني لك بها؟ كيعني لك باللي لي كويفيسيون ديالو راه ابارتين هذاك ار، ولكن الا قال لك مثلا واحد البولينوم راه هو ابارتينا سي يعني لي كويفيسيون ديالو راه تكون ابارتينا سي. ناخذ مثال وغنفهموا مزيان. مثلا عطيتك باللي كيو خدينا مثلا واحد البولينوم كيو دو اكس ياك كيساوي لنا مثلا نعطيو مثال حنا مثلا ا موان اكس بلس لاغاسين ديال 3 فوا اكس ا بويسونس 3 بلس مثلا اكس ا بويسونس 5 صافي بلس اكس ا بويسونس 5. دابا الا سولتك واش هاد البولينوم هذا ابارتين ار ولا ابارتين سي، غتقول لي ابارتين ار. علاش؟ حيت لي كوفيزيون ديالو كاملين ديال هذاك لي بويسونس ديالو البويسونس 0 البويسونس 1 البويسونس 2 راه الكوفيزيون ديالو هو الزيرو حيت ما كاينش، والبويسونس 3 الكوفيزيون ديالو هو لاغاسين ديال 3، والكوفيزيونس 4 راه تا هو عندنا كيساوي الزيرو يعني ما كاينش. اي بويسونس ما كتلقاش عرف الكوفيزيون اللي تكون مضروب فيه راه تيكون كيساوي الزيرو، علاه كيتانيولو كيتحيد. اكس بويسونس 5 تلقاو بلي الكوفيزيون ديالو هو واحد، وهاد لي كوفيزيون كاملين راه ابارتين ار، يعني هاد كيو دو اكس غنلقاوها في ار. فهمنا؟ ولكن اللي جيت عندك قلت لك مثلا عطيني شنو هو ا 3، ملي قلت لك مثلا عطيني شنو هي ا 3 غتقول لي بلي ا 3 هي لاغاسين ديال 3. الا قلت لك عطيني ا 2 غتقول لي ا 2 هي الكويفيسيون ديال اكس على بويسونس 2، وبما انه البويسونس 2 ما كايناش عندنا في هذا البولينوم هذا كامل ما كايناش فيه البويسونس 2، الوغ هذاك ا 2 غيكون كيساوي لنا الزيرو. واحد القضيه عاوتاني خصنا نفهموها وهو انه الدوغري ديال هذاك البولينوم. كيفاش نعرفوا الدوغري ديال هذاك البولينوم؟ ملي كنبغيو نجبدوا الدوغري ديال البولينوم كنمشيو نشدوا هذاك البولينوم اللي عندنا مكتوب كنقلبوا على اكبر بويسونس عنده، هذيك البويسونس الكبيره راه هي الدوغري ديال هذاك البولينوم. مثلا خدينا هاد كيو دي اكس وقلت لك شنو هو الدوغري ديال هذاك كيو دي اكس، غتقول لي الدوغري ديال كيو دي اكس هو 5. علاش؟ حيت هو 5 هي اكبر بويسونس عنده، يعني الدوغري ديال كيو دي اكس هي 5. هذه راه شي حاجه اللي عاديه ولكن راه خصك تفهمها بعض المرات باش تخدم في واحد زعما خصك تفهمها بعد تقدر تحتاجها واحد بشي طريقه اللي هي غير مباشره تقدر تخدم بها، وخير ماشي بالضروري يسولك يقول لك عطيني الدوغري ديال البولينوم ولا شي حاجه، ولكن تقدر مثلا في شي تمارين ولا في واحد شي انواع ديال لي كاسيون اللي يقدر يجي يسولك يقول لك شنو شي سؤال ولا شي حاجه وانت تحتاج فيه تعرف الدوغري ديال هذاك البولينوم. مثلا ناخذ مثلا واحد البولينوم مثلا ابارتينا سي دابا في هذه الحاله نسميه مثلا جي دو اكس. هاد جي دو اكس قلنا حنا باللي قلنا باللي هاد جي دو اكس ابارتينا سي، يعني لي كوفيزيون ديالو يكون عندنا في سي، يعني والكوفيزيون ديالو غيكون تيتكتبوا لنا على شكل الفا بلس اي بيتا تيل كو الفا وبيتا ابارتين ار. مثلا حنا هاد ا زيرو مثلا غناخذوه 1 بلس اي مثلا نكملوا حنا البولينوم بلس اي فوا اكس ا بويسونس 2 بلس مثلا اكس ا بويسونس 4 بلس لاغاسين ديال 3 فوا اكس ا بويسونس 6 مثلا. هاد البولينوم هذا شدينا قلت لك مثلا واش هاد البولينوم ابارتين ار ولا ابارتين سي، انا قلت لك بلي هو ابارتين سي، ولكن اللي خصك تفهم هو انه فيما تشوف بلي الكويفيسيون راه ابارتين كاين شي كويفيسيون اللي هو ابارتين سي وخا يكون غير واحد فديك البولينوم كامل، عرف بلي هذاك البولينوم غيكون عندنا في السي، يعني الا قال لك بلي واحد البولينوم راه ابارتين سي راه ماشي بالضروره كاع لي نومبر يكونوا تيتكتبوا لنا على شكل عدد عقدي، يعني الفا بلس اي بيتا هي ديما تيكون عندنا الفا بلس اي بيتا، حيت تقدر مثلا تانيولا غير مثلا تحيد لنا بيتا راه كيولد عندنا زد ايكال الفا راه هو ابارتين ار. حنا ما غندخلوش في هاد لي ديتاي هادو ما علينا. المهم هذا البولينوم راه هو ابارتين سي حيت لي كوفيزيون ديالو ابارتين سي. وشنو هو الدوغري ديال هاد جي دو اكس؟ الدوغري ديال جي دو اكس هو 6 حيت عندنا اكبر بويسونس هنا هي 6. هكاك واحد الحاجه واحده اخرى اللي خصك تحضي منها، تقدر مثلا تجي عندك في شي كاسيون اللي هي مباشره في التمرين ولا مثلا هو الكوفيسيون دومينو. مثلا نعطيك واحد البولينوم وقال لك جبد لي شنو هو الكوفيسيون دومينو، ديما انت كتمشي للبويسونس اللي هي كبيره عندك في هذاك البولينوم وكتاخذ الكوفيسيون ديالها، هذيك الكوفيسيون ديال هذيك البويسونس اللي كبيره في هذاك البولينوم هو الكوفيسيون دومينو. يعني الا مشينا لهاد كيو دو اكس شنو هو الكوفيسيون دومينو ديالو؟ غنمشيو نقلبوا على اكبر بويسونس اللي هي 5 5 فاش اكس على بويسونس 5 فاش مضروبه لنا في واحد، يعني والكوفيسيون دومينون ديال كيو دو اكس هو واحد. مثلا مشيت للجي دو اكس، قلبت انا مثلا بغيت نقلب على الكوفيسيون دومينون ديال هذيك الجي دو اكس، غنمشي نقلب على اكبر بويسونس عندنا هي 6، فاش نضرب هذيك اكس على بويسونس 6 نضربها في الغاسين ديال 3، يعني الكوفيسيون دومينون ديال الجي دو اكس شنو هو؟ هو الغاسين ديال 3. دابا حاول تركز معايا مزيان، علاش؟ حيت هادشي اللي جاي من القدام تقريبا هو اللي كيكون في امتحانات بزاف، ما كنتصورش باللي شي امتحان ما تكونش فيه هاد الانواع ديال لي كيسيون اللي تيجيو اللي غادي نشوفو من هنا لقدام. اول حاجه غنبداو بها وهي لا ديفيزيون اوكليديان، خصك تكون تعرف كيفاش تحسب في لا ديفيزيون اوكليديان ديال واحد جوج ديال لي بولينوم، ضروري وكذا. يعني تقدر مثلا تجي عندك واحد الكيسيون اللي هي مباشره، مثلا نعطيك جوج ديال لي بولينوم نقول لك حسب لي لا ديفيزيون اوكليديان ديال واحد البولينوم بار واحد البولينوم، ولا مثلا تحتاجها في شي كيسيون من لي كيسيون اللي غنشوف من هنا لقدام، حيت غتلاحظ من هنا لقدام باللي تقريبا كاع لي كيسيون غتحتاج فيهم ضروري لا ديفيزيون اوكليديان. شكون فاهمين؟ يعني ركز معايا مزيان كيفاش كنحسبوها. المهم حنا اول حاجه غنعطيو واحد ليديا جينيرال كيفاش كتحسب لا ديفيزيون اوكليديان. في الاول كيعطيك واحد جوج ديال لي بولينوم، يقدر مثلا يكون عندهم الدوغري ديالهم متساوي، يقدر مثلا يكون عندهم مختلفين في لي دوغري، ولكن اللي مؤكد هو انه ديما مثلا حنا غناخذوا باللي دابا في هذه الحاله غادي ناخذوا باللي بي البولينوم بي عنده الدوغري كبر من الدوغري ديال كي. انت هنايا دابا خصك تفهم شنو هي الدوغري ديال كيو والدوغري ديال جي باش تعرف مثلا الدوغري ديال بي والدوغري ديال كيو، باش تعرف كيفاش تحسب في لا ديفيزيون اوكليديان فين تحط واحد وفين تحط واحد اخر. غتمشي تقلب هذاك البولينوم اللي هو عنده الدوغري بي الدوغري كبير، يعني اللي سيبوزينا في ليكزومبل اللي نعطيك هو بي، مثلا ناخذ بي هو الدوغري اللي عنده كبير، وكيو عنده واحد الدوغري اللي هو اقل من هذا الدوغري ديال بي، واللي يقدر يكون تيساويه اللي هو كيو. كتشد هذاك بي كتحطو هنا او كي كتحطو هنا، هاد بي هو اللي غنقسموه وهاد كي هو القاسم، هو اللي غنقسمو به بي. ملي كتحسب بي وكتقسم على بي على كي كتلقى واحد هنايا نسميوه كي دو اكس وهذا بي دو اكس، يعني هذا بولينوم وهذا بولينوم. ملي كتحسب هكا لا ديفيزيون اوكليديان كتبقى تحسب كتلقى واحد البولينوم واحد اخر جديد هنايا اللي هو نسميوه مثلا تي دو اكس. تال كو هاد تي دو اكس شنو هو؟ هاد تي دو اكس هو لو كوسيون، هاد تي دو اكس هو لو كوسيون. كاك وملي كتبقى تحسب هنايا كتبقى المهم انا نعلمك كيفاش تبقى تخدم في لا ديفيزيون اوكليديان. هنا نسميو لا ديفيزيون ملي كتبقى تحسب انا نوريك كيفاش الطريقه ديال الخدمه كما قلت لك. غتلقى في الاخر هنايا ملي غادي تحبس انا نوريك كيفاش شنو هي عاوتاني لا ميثود باش نعرفوا راسنا صافي خصنا نحبسوا هذيك لا ديفيزيون اوكليديان. هنا كتلقى واحد البولينوم ار دو اكس، تالك هاد ار دو اكس هو اللي كيبين لنا واش خصنا نحبسوا لا ديفيزيون اوكليديان ولا باقي خصنا نزيدو نحسبوا. يعني اذا باش خصنا نعرفوا شنو هو الشرط اللي خصو يكون محقق لنا هاد ار دو اكس باش اننا خصنا نعرفوا راسنا باللي خصنا نحبسوا هاد لا ديفيزيون اوكليديان. الشرط هو انه الدوغري ديال هاد كو دو اكس خصو يكون اكبر قطعا من هاد الدوغري ديال ار دو اكس، يعني باش نحبسوا لا ديفيزيون اوكليديان وصافي تقول بلي هذه هي الريزولطه اللي عندي، خص ضروري تكون عندك بلي الدوغري ديال كو دو اكس تكون عندك كبر قطعا ماشي اكبر من او يساوي، خص تكون اكبر قطعا من الدوغري ديال ار. يعني واخا توصل لواحد المرحله اللي فيها الدوغري ديال هذا كتساوي الدوغري ديال هذا كتزيد تحسب لا ديفيزيون اوكليديان، وحنا غنتعلموا دابا كيفاش نحسبوا لا ديفيزيون اوكليديان. المهم هذا خصك تعقل عليه، هو انه باش كنحبسوا لا ديفيزيون اوكليديان ملي كنوصلوا باللي الدوغري ديال كيو كبر قطعا من الدوغري ديال ار هكاك. وهاد ار دو اكس شنو كيتسمى لنا لو ريست دو لا ديفيزيون اوكليديان، لو ريست ديال لا ديفيزيون اوكليديان. دابا السؤال وهو كيفاش كنحسبوا لا ديفيزيون اوكليديان ديال واحد جوج ديال لي بولينوم. كما قلنا كيجي عندك في التمرين ديالك ضروري كيعطيك جوج ديال لي بولينوم، ضروري كيعطيك واحد جوج ديال لي بولينوم. مثلا نقول لك مثلا سوا مثلا واحد راه ماشي بالضروره بي هي ضروري تكون هي ديما في لي زيكزيرسيس تكون هي الدوغري اللي كبير وكي ديما تكون هي الدوغري اللي صغير. انا عطيتك قبيله غير مثال غير سيبوزيت وصافي. مثلا نعطيك باللي انا نقلبها هنايا باش تعرف راه ملي ماشي بالضروره تكون نفس الحاجه. مثلا نعطيك مثلا هنايا اف دو اكس مثلا كتساوي لنا مثلا اكس على بويسونس 4 moins 3x à la puissance 3 plus x au carré plus 2 مثلا. ونعطيك مثلا باللي عندنا هنايا نعطيك بي دو اكس مثلا كتساوي لنا x au carré plus 2x moins 1. جا عندك قال لك حسب لي لا ديفيزيون اوكليديان ديال اف بار بي، ولا يقول لك حسب لي لا ديفيزيون اوكليديان اونتخ بي كيو بي اف. يعني انت خصك ضروري خصك تكون عارف بلي هذاك البلان ديال انك خصك ضروري تاخذ البولينوم اللي الدوغري ديالو كبير هو اللي كتحطو في البلاصه اللي غادي خصو يتقسم، والقاسم هو هذاك اللي تيكون عنده الدوغري اللي صغير، وقلنا يقدر يكونوا متساويين. هذيك الساعه راه كيفرض عليك كيفاش هو بغى لا ديفيزيون اوكليديان. مثلا حنا قلنا هنايا غنديروا لا ديفيزيون ديال اوكليديان ديال اونتر اف اي بي، يعني غنشدوا هاد اف غنحطوها هنايا اكس على بوسونس 4 موان 3 اكس على بوسونس 3 بلس اكس او كاري بلس 2 غنقسموها على شنو؟ على اكس او كاري بلس 2 اكس موان 1. واحد القضيه خصني نشير ليها وهو انه ديما هذه ماشي زعما شي حاجه اللي ضروريه، ولكن خصك ضروري تاكد انك ديرها. علاش؟ باش ما تلفش، حيت راه لا ديفيزيون اوكليديان راه هي شي حاجه اللي عاديه، ولكن شنو اللي كيخلي انه بنادم ما كيخدمش فيها مزيان هو انه ما كيركزش والحساب كيمشي ليه غلط. اما راه الطريقه ديالها راه غير تخدم مثال جوج ديال الامثله غادي تفهم، وانت غتشوف من هنا قدام شنو كتشي دير. اول حاجه خصك ديرها كما قلت لك وهو انه غتشد هاد لي بولينوم هادو بجوج ملي تحطهم ملي تبغي دير ليهم لا ديفيزيون اوكليديان، ديما بقى ترتبهم لي بويسونس ديالهم من البويسونس اللي هو كبير حتى البويسونس اللي هو صغير. هنايا عاوتاني من البويسونس اللي هو كبير حتى البويسونس اللي هو صغير، حيت تبقى تقسم. وانا نوريك الطريقه ديال القسمه كتعتمد على هذا الشيء، كتبقى غادي وكتهبط في الدوغري ديال هذا وكتبقى تقسم به اكبر دوغري على ديال هذا. ما علينا، غادي نمشيو حنا نديرو لا ديفيزيون اوكليديان ديال هذا مع هذا. اول ايطاب شنو كنديرو؟ كتمشي تقلب على اكبر بويسونس كما قلنا هنايا اللي هي اكس على بويسونس 4، كتشدها بالكويفيسيون ديالها كتقسمها على اكبر بويسونس كاينه هنايا عاوتاني بالكويفيسيون ديالها. اوغوزمون هنايا عندنا اكس على بويسونس 4 مقسومه لنا على اكس او كاري، حتى وحده فيهم مضروبه فشي عدد اللي هو زعما من غير واحد، يعني كاين عندنا هنا غير واحد فوا اكس على بويسونس 4 وهنا عندنا واحد فوا اكس على بويسونس 2. واحد القاعده اللي خصك تعرفها زعما غادي نبقاو نخدمو بها بزاف في هاد لا ديفيزيون اوكليديان، وهو عندنا باللي اكس ا بويسونس ا فوا اكس ا بويسونس بي كتساوي لنا شحال؟ كتساوي لنا اكس ا بويسونس ا بلس بي. وعندنا باللي اكس ا بويسونس ا مقسومه لنا على اكس ا بويسونس بي كتساوي لنا شحال؟ كتساوي لنا اكس ا بويسونس ا موان بي. هكاك هادي تحضي معايا حيت غنبقاو نحسبو بها بزاف لا ديفيزيون اوكليديان. عندنا اكس ا بويسونس 4 مقسومه لنا على اكس او كاري، شنو تعطينا؟ باللي اكس او كاري. ملي غضرب هذا الليطاب الثانيه هو انه خصك تضرب هذا تضربو في هذا البولينوم هذا وتحط الريزلت ديالو هنايا، ولكن ملي تكون كتضرب هذا في واحد العدد ولا في واحد ملي توصل لواحد الليطاب في الضرب ديال هذا فيما تضرب خصك تضرب في الموان عاد تحط الريزلت هنايا. انت تفهمني مزيان؟ انت بحال مثلا هذا خصنا نشرو هنايا، شنو غنديرو؟ غنديرو اكس او كاري فوا موان زان، عطاتنا شحال؟ عطاتنا موان اكس او كاري، ولكن كما قلت لك خصك تضربها في الموان عاد تحطها هنايا، تعاود تضربها في الموان باش تحطها هنايا. انت عندنا اكس او كاري فوا موان زان هي موان اكس او كاري، ونضربها عاوتاني في الموان هي شحال؟ هي بلس اكس او كاري. وغتمشي تقلب على البويسونس اللي كيشبه لهذيك الريزلت اللي خرجت لك وكتحطها تحتو. انت هنايا عندنا لي اكس او كاري هما كاينين هنا، يعني الريزلت ديال اكس او كاري غنحطها هنايا كما لقينا هنايا، لقينا بلس اكس او كاري هكاك. هنا عاوتاني غنضربوا اكس او كاري فوا 2 اكس، شنو تعطينا؟ تعطينا هي 2 فوا اكس على بوسونس 3. غنخدموا غير هاد القاعده هادي 2 فوا اكس على بوسونس 3، ولكن خصنا نضربوها في الموان. ما تنساش هذيك الموان، راه كيما قلت لك هاد لا ديفيزيون اوكليديان اللي كيخلي انه بنادم ما كيخدمش مزيان فيها ولا كيخرج ريزلت غلطه في الاول، غير في الاول راه ملي كتولف راه كتولي عندك خدمه عاديه، وهو انه ما كيركزش مزيان. ركز مزيان في الحساب وبشويه عليك تتولف، عاد ديك الساعه بقى تزرب ماشي مشكل. عندنا اكس او كاري فوا 2 اكس، شحال كتساوي لنا؟ كتساوي لنا 2 فوا اكس على بوسونس 3، وغنضربوها عاوتاني في الموان هي موان 2 فوا اكس على بوسونس 3. اكس او كاري فوا اكس على بوسونس 2 هي شحال؟ هي اكس على بوسونس 4 فوا موان عاوتاني هي موان اكس على بوسونس 4. انت لاحظتي باللي البويسونس اللي هو كبير غيمشي تايتيني من هنايا، عطاتنا اكس على بوسونس 4 موان اكس على بوسونس 4 هي زيرو، يعني اكس على بوسونس 4 مشات كامله. عندنا موان 3 موان 2 هي موان 5 فوا اكس على بوسونس 3. عندنا بلس 2 اكس او كاري وعندنا هنايا بلس 2. اتونسيون راه ضروري خصك تبقى تجمع داكشي كامل اللي بقى لك هنا، تجمعو مع داكشي اللي عندك انت حتى تحط الريزلت. عاوتاني نمشيو نقلبوا دابا، خصنا هذا واش خصنا نحبسو دابا؟ لا، علاش؟ حيت عندنا الدوغري ديال هذا كبر من الدوغري ديال هذا، باقي ما وصلناش لهذيك الشرط اللي قلت لك قبيله. غنشدو هذا عندنا موان 5 فوا اكس على بويسونس 3 مقسومه على اكبر بويسونس هنايا اللي هي اكس او كاري. لا قسمنا موان 5 فوا اكس على بويسونس 3 مقسومه لنا على هذا تعطينا هي موان 5 فوا اكس. هذا موان 5 فوا اكس مضروبه لنا في موان زان هي بلس 5 فوا اكس، غنضربوها عاوتاني في موان هي هي موان 5 فوا اكس. غنمشيو نكتبوها تحت من لي بويسونس اللي فيهم واحد، يعني اكس على بويسونس 1. ما غنلقاو حتى شي حاجه، ما لقاو حتى شي واحد هنايا، يعني غنكتبوها لتحت، ولكن غنكتبوها ما بين هذوك لي دوغري اللي هذوك لي بويسونس اللي ما بين اللي محصو اللي كاين وسطهم واحد اللي هما 0 و 2، يعني غنمشيو نكتبوهم هنايا. نديرو ضربنا هذا في هذا يعني غتعطينا موان 5 فوا اكس وعندنا هذا فهذه هي موان 10 فوا اكس وغنضربها في الموان هي بلوس 10 فوا اكس او كاري. طيب الحال عندنا هنا اكس فوا اكس هي اكس او كاري، وعندنا هذه هي موان 5 فوا اكس على بيسونس 3 غنضربها في الموان هي بلوس 5 فوا اكس على بيسونس 3. غادي نجمعو هادشي كامل تمشي لنا هادي مع هادي وهادي غتعطينا هي 12 اكس على بيسونس 2. عندنا موان 5 اكس ما عندنا باش ما نجمعوها نحطوها كما هي، وعندنا عندنا بلوس 2 عاوتاني ما عندنا ما نجمعوها هنا يعني نحطوها كما هي. هكاك دابا وصلنا عاوتاني لهنايا عندنا نفس الدوغري، واش غادي نكملو الحساب؟ غنكملو حيت باقي ما لقيناش بلي الدوغري ديال هذا اكبر قطعا من الدوغري ديال هذا. انت عندنا هنايا اكس او 12 اكس او كاري مقسومه على هاد اكس او كاري هي شحال؟ هي بلوس 12 بلوس 12. هاد 12 فوا موان زان هي موان 12 فوا موان عاوتاني هي بلوس 12. انت الا لاحظتي كتبت تحت هذا رقم كتبته تحت من الارقام. عندنا 12 اكس فوا 2 اكس هي 24 اكس فوا موان زان هي موان 24 اكس. غنكتبوها تحت من لي زيكس عاوتاني هي موان 24 اكس. عندنا عاوتاني هذه فهذه هي بلوس 12 اكس او كاري وغنضربها في الموان هي موان 12 اكس او كاري. غادي نجمعو هذه مع هذه غتمشي غادي تعطينا هذه هي موان 29 فوا اكس هذه زائد هذه هي بلوس 14. دابا واش غادي نحبسوا لا ديفيزيون اوكليديان؟ غنحبسوا علاش؟ حيت عندنا الدوغري ديال هذا راه صغر قطعا من الدوغري ديال هذا. انت عندنا هنا الدوغري ديال الراست هو واحد والدوغري ديال هذا هو جوج، يعني صافي غنحبسوا. الوغ شنو غنقولوا ليه؟ غنقولوا ليه باللي الراست ديالنا هو هذا ولو كونسيون ديال هذيك لا ديفيزيون اوكليديان هو هذا، يعني كنقولوا ليه باللي عندنا اكس على بويسونس 4 بلو موان 3 اكس على بويسونس 3 بلس اكس او كاري بلس 2 مقسومه لنا على اكس او كاري بلس 2 اكس موان 1 كتساوي لنا شحال؟ كتساوي لنا ولا عرفتي شنو غنحاول ندير معاك بشويه ما غاديش نزرب عليها بحال هكا. انت ملي كنحبس نحسبوا لا ديفيزيون اوكليديان ملي كنحسبوا لا ديفيزيون اوكليديان انت مثلا هنايا غنزيد نعاود نشرحها هنايا ملي كنديروا لا ديفيزيون اوكليديان ديال بي بار كيو في الريزولطا ملي كتخرج في الاخر هذا هو لو كونسيون وهذا هو لو ريست، ولكن شنو كتخرج انت كاستنتاج؟ كتخرج ان بي دو اكس كتخرج باللي بي دو اكس كيساوي لك شحال؟ كيساوي لك هدف هذا انت كيو دو اكس فوا تي دو اكس وعاد زائد الريست ها هو زائد هذا الريست. يقدر مثلا هذا الريست يخرج لك مثلا عدد ويخرج لك مثلا نول يعني زيرو سا ديبون على حسب التمرين وصافي، يعني هذا هو الريزولطا اللي تخرج لنا في الاخر. ولكن اللي قلنا بي دو بي مقسومه لنا على كيو شحال تساوي لنا غنقسموها تي كامل على كيو ونشوف شحال يبقى لنا هنايا. ما علينا يعني هنايا شنو غنستنتجو؟ غنستنتجو باللي انت عندنا اكس على بيسونس 4 موان 3 المهم هاد الاف دو اكس هذا اللي كانت عندنا هنايا ها هي باللي اكس على بيسونس 4 موان 3 اكس على بيسونس 3 بلس اكس او كاري بلس 2 كتساوي لنا شحال؟ كتساوي لنا هذا فوا هذا ها هي اكس او كاري بلس 2 اكس موان 1. هادشي غنحتاجو بزاف في لي فراكسيوناسيونيل هادشي علاش كنركز عليه. فوا هذا اكس او كاري موان 5 اكس بلس 12 وعاد زائد الريست اللي هو هذا موان 29 اكس بلس 14. دابا الا شديتي هذا ضربتيه في هذا وزدتي عليه هادشي غتعطيك هذا غيعطيك هذا الريزولطا زعما الا بغيتي تتاكد من لا ديفيزيون ديالك واش صحيحه ولا غلطه. ما علينا دابا هذا كان مثال زعما غير باش تفهم كيفاش لا ديفيزيون اوكليديان، ولكن انا كنأكد لك انه اي سؤال تقريبا من هاد الاسئله اللي غنشوفو من هنا لقدام غنحتاجو نحسبو فيه لا ديفيزيون اوكليديان، يعني غنضبطها مزيان. فهمنا دابا غير مثال هذا باش تفهم كيفاش الحساب. تقدر مثلا دير شي مثال من راسك مثلا اعطي خذ جوج ديال لي بولينوم مثلا ولا فشي اكزيرسيس ولا شي حاجه اللي عندهم لي دوغري ديالهم كيتساوا ولا مختلفين وحسب لا ديفيزيون ديالهم. غير هو خص يكون كما قلت لك هذا اللي تحطو هنا هو اللي الدوغري ديالو كبير وهذا اللي تحطو هنا هو اللي الدوغري ديالو صغير وهذا اللي تيخرج لنا هو لو كونسيون هذا هو لو ريست. راه حيت بعد ما تيقدر يسولك يقول لك اعطيني شنو هو لو كونسيون ديال هذيك لا ديفيزيون اوكليديان ديال واحد البولينوم مع واحد البولينوم. خصك تفهم باللي هذاك البولينوم اللي تيخرج لك هنا هو لو كونسيون وهذا اللي تيخرج هنايا اللي هو لو ريست، وغادي هذا لو ريست غيكونوا عنده بزاف ديال الاسئله غنشوفهم من قدام شنو غنحتاجو فيهم. ولكن كيبقى هاد لا ديفيزيون اوكليديان اللي تعلمنا هنا كتبقى كانه سؤال مباشر، يعني انه كيجي عندك يقول لك كيعطيك جوج ديال لي بولينوم وكيقول لك حسب لي لا ديفيزيون اوكليديان ديال هذوك جوج ديال لي بولينوم. يقدر مثلا من الاسئله اللي نقدروا نلقاو مثلا يقدر مثلا ما يجيكش سؤال مباشر يقول لك حسب لي لا ديفيزيون اوكليديان ديال هادو وخصك ها الريزولطا اللي تلقى. يجي عندك يقول لك مثلا يعطيك واحد جوج ديال لي بولينوم ويقول لك مونطري كو هذاك البولينوم اللي الدوغري ديالو صغير ديفيز هذاك البولينوم اللي الدوغري ديالو كبير، ولا نفس السؤال غير هو بطريقه وحده اخرى انه يقول لك مونطري كو باللي هذاك البولينوم اللي الدوغري ديالو كبير ايتا مولتيبل ديال هذاك البولينوم اللي الدوغري ديالو صغير. هاد الاسئله راه عندهم نفس الجواب ونفس المعنى. يعني بحال شنو كيقول لك بالعربيه، كيقول لك بين ليا باللي هذاك البولينوم اللي الدوغري ديالو صغير راه كيقسم لينا هذاك البولينوم اللي الدوغري ديالو كبير. يعني بمعنى واحد اخر، وهو انه خصك ضروري تلقى بلي الريست كيساوي الزيرو. يعني غتمشي تحسب لا ديفيزيون اوكليديان ديال هذوك جوج ديال لي بولينوم ديال البولينوم ديالو كبير مقسوم لنا على داك الدوغري ديال لي بولينوم ديالو، زعما البولينوم اللي الدوغري ديالو صغير، وفي الريست اللي غتلقى في الاخر، الريست اللي كنلقاو هنا كتبقى غادي تحسب الريست اللي غتلقى هنا هو الزيرو. ما غتلقى لا عدد لا بولينوم دو دوغري ان، ما غتلقى حتى شي حاجه، غتلقى الزيرو. خصك تلقى لو نومبر زيرو، يعني كلشي جيت انيلو في الاخر كتخرج لك الزيرو. ما علينا. يقدر مثلا عاوتاني ما يقولش لك بلي، ما يكتبهاش لك، زعما ما يقولش لك مونطري كو كي ديفيز بي ولا شي حاجه، يرمز لك بها، حيت كاين واحد الرمز كنرمزو لهذا السؤال هذا. يقدر يقول لك كما قلت لك مونطري كو، انت مونطري كو، ركز معايا مزيان، مونطري كو كي ديفيز بي. ملي كنقول لك باللي كيو ديفيز بي بهاد لا فورم ديال لي كيسيون، يعني شنو تقدر تفهم شنو هو البولينوم الدوغري ديالو صغير ولا البولينوم اللي الدوغري ديالو كبير. البولينوم الدوغري ديالو صغير هو كيو، والبولينوم اللي الدوغري ديالو كبير هو بي. انا هذا غير مثال، غير كيسيون زعما تقدر مثلا هاد بي والاخر يكونوا مقلوبين على حسب التمرين، على حسب شنو هو لي بولينوم ديالو الدوغري ديالو كبير وشنو هو البولينوم اللي الدوغري ديالو صغير. المهم يقدر يجيك بحال هكا السؤال، ولا يقدر يقول لك مونطري كو، نفس الحاجه ونفس السؤال هو مونطري كو، بحال هكا يقول لك كيو وهاد ديفيز يدير ليها بحال هكا، بحال يقول لك باللي بلي كيو كتقسم لنا بي. راه نفس الحاجه ونفس الجواب ديالهم، هو انه خصك تمشي تحسب البولينوم اللي الدوغري ديالو كبير تقسمو على البولينوم اللي الدوغري ديالو صغير، والريست اللي غتلقاه كيساوي الزيرو. هذا هو الجواب ديال هاد النوع ديال لي كيسيون. ثاني حاجه يقدر يسولك عليها، اللي يقدر تجيك مثلا في شي سؤال، وهو انه يعطيك واحد البولينوم، مثلا يعطيك واحد البولينوم بحال مثلا هاد لي بولينوم اللي قلنا هنايا، بحال هاد لي بولينوم اللي قلنا اللي عطينا هنايا. المهم على حسب التمرين، ويقول لك عطيني لي غاسين ديال هذاك البولينوم. فهاد الحاله كاينين جوج ديال لي كا. يقدر مثلا يجي عندك يقول لك اعطيني هذاك لي غاسين ديال هذاك البولينوم وتكمل الخدمه، حيت غنشوفو من هنا قدام غنحتاجو لي غاسين ديال هذاك البولينوم. يعني اما تعطيهم لك زعما تيقول لك عجبت لي هذوك لي غاسين، ولا انه تيعطيهم لك واجدين. يعني ما كيجيش لك هذا السؤال، هو راه ديما غتحتاج انت لي غاسين، يا يعني اما كيقول لك انت جبدهم، هادشي اللي غنهضروا عليه هنايا دابا في هذه الحاله، ولا انه تيقول لك مثلا تيعطيهم لك واجدين تيقول لك بينهم لي بلي هما دي غاسين، وراه غنشوفوها من هنا لقدام كيفاش نبينوا بلي واحد البولينوم راه واحد الغاسين راه واحد لو نومبر راه هو غاسين ديال واحد البولينوم. ما علينا، عندنا جوج ديال الحالات كما قلت لك. مثلا تيعطيك واحد بي، ياك، وكيقول لك مثلا واحد البولينوم وكيقول لك جبد لي غاسين ديال هذاك البولينوم. عندك جوج ديال الحالات. الحاله الاولى، لا كان عندك بلي الدوغري ديالو كيساوي 2، انت الدوغري ديالو سي الدوغري ديال بي كيساوي 2. فهاد الحاله هادي حنا عارفين شنو خصنا نمشيو نديرو، خصنا نمشيو نحسبوا الدلتا. انت مثلا عندنا واحد البولينوم كيتساوي لنا مثلا بي كيساوي لنا مثلا ا فوا اكس او كاري بلس بي فوا اكس بلس سي، دالك هاد او بي و سي راه ما بارتين ار ولا بارتين سي. المهم على حساب ما علينا، عندنا بلي بي كيتكتبنا على هاد الشكل هذا كما قلت لك، يعني الدوغري ديالو كيساوي لنا 2. يعني شنو غادي دير؟ غادي تحسب الدلتا. اون كالكول دلتا ايكال شحال؟ ايكال بي او كاري موان 4 فوا ا فوا سي. ملي غتحسب هاد الدلتا هادي تخرج لك واحد لو نومبر، تالك داك لو نومبر غتستعملو باش تخرج لي غاسين ديال هاد بي اللي هما اكس 1 ايكال موان بي بلس لا غاسين ديال دلتا سور 2 فوا ا، وعندنا بلي اكس 2 ايكال شحال؟ ايكال موان بي موان الغاسين ديال دلتا سور 2 ا. هكاك هذه الحاله الاولى، الا كان عندك بلي الدوغري ديال هذاك بي كيساوي لنا 2. الحاله الثانيه، وهو انه الا كان عندنا بلي الدوغري ديال بي كيخالف لنا 2. هكاك هذه الحاله هذه حتى هي فيها جوج ديال الحالات. هكاك يا اما تيعطيك هو واحد الاعداد يقول لك بين ليا ولا اسكو هاد الاعداد راهما دي غاسين ديال هذاك البولينوم، ولا انه ما تيعطيهمش لك كاع. المهم الحاله الاولى مثلا اللي عطاك هذوك الاعداد، اللي عطاك مثلا قال لك مونطري كو مثلا واحد جوج ديال الاعداد عطاك مثلا الفا 1 و الفا 2 مثلا، حنا غير نديرو اون جينيرال راهما سو سون دي غاسين ديال واحد البولينوم. شنو غادي دير نتايا؟ غادي تشد هذوك الاعداد غتعوضهم في هذاك البولينوم. لا لقيتي باللي الريزولتا اللي كتخرج لك زيرو، الوغ هذوك الاعداد راهما دي غاسين ديال هذاك البولينوم. لا لقيتيهم باللي كتخالف لنا الزيرو، الوغ هذوك الاعداد راهما ne sont pas des racines ديال هذاك البولينوم. يعني شنو نقولوا مثلا لا عطاهم لك سي مثلا الفا 1 الفا 2 مثلا نبقاو غاديين مثلا على حسب شحال عطاكم ديال لي نومبر. سو سون دي راسين دو بي. الو شنو غيكون عندنا؟ غيكون عندنا بلي بي دو الفا مثلا الفا الفا اي حنايا حيت عندنا الفا 1 والفا 2 والفا 3 مثلا الفا اي كيساوي لنا الزيرو. يعني الا لقيتي بلي واحد الفا اي من هذوك لي زالفا اللي عطاك لا عوضتي هنايا في بي وعطاك الزيرو، الوغ بلي هذاك الفا اي راه هو واحد الغاسين ديال البولينوم. الحاله الثانيه هو انه ملي ما تعطيكش هذوك الاعداد، في هذه الحاله هذه خاصك ضروري انك تمشي تحاول تشوف مثلا بانت لك باللي كاين شي عدد ولا هذاك البولينوم معروف باللي عنده شي غاسين ولا شي حاجه بحال هكا، ولا كاين حل واحد اخر وهو انك تمشي تعوض بالاعداد اللي قرابين لك من الزيرو. وهذه ديما كتصدق في لي زيكزيرسيس. هادشي اللي ما عطاكش كاع الغاسين، يعني تمشي تشوف الاعداد اللي حدا الزيرو بحال مثلا الزيرو واحد ناقص واحد جوج ناقص جوج واحد على جوج بحال هكا ثلاثه ناقص ثلاثه. المهم هذوك الاعداد اللي حدا الزيرو يقدروا مثلا يكونوا دي غاسين ديال هذاك بي. سينو تيكون عندك حاله من هذه الحالات اللي قلنا هنا، يعني اما كيكون عندك بلي هذاك البولينوم الدوير ديالو دو، ولا انه تيكون تيعطيك هو اللي يعطيك واحد الاعداد يقول لك بينهم ليا واش هما دي غاسين ديال بي ولا ماشي غاسين ديال بي. الا كان بلي التعويض ديالهم في هذاك البولينوم راه ماشي بالضروري يكون سميتو بي، غير سميتو بي هنا وصافي. الا كان التعويض ديالهم في هذاك البولينوم كيساوي الزيرو، الوغ هذوك الاعداد راه هما دي غاسين ديال هذاك البولينوم. دابا غندوزو لنوع واحد اخر ديال لي كيسيون، يعني شنو تيكون فيه. غنهضروا فيه على البي جي سي دي. واحد الحاجه والبي جي سي دي هو واحد الحاجه اللي مهمه بزاف لي بولينوم، وخصك ضروري تكون عارف شنو هو البي جي سي دي وكيفاش كنجبدوا البي جي سي دي. اول حاجه البي جي سي دي ملي كنهضروا عليه حتى تيكون عندنا جوج ديال لي بولينوم، والبي جي سي دي كيعني لنا القاسم المشترك ما بين هذوك جوج ديال لي بولينوم. مثلا كيعطيك في التمرين مثلا واحد جوج ديال لي بولينوم مثلا اف جي مثلا، المهم على حسب هذاك التمرين، وكيقول لك جبد ليا شنو هو اكبر قاسم مشترك ما بين هذوك جوج ديال لي بولينوم. يعني البي جي سي دي اونتخ هذوك جوج ديال لي بولينوم، يعني وكنرمزوا ليه بحال هكا. ملي كنقولوا البي جي سي دي كنقولوا البي جي سي دي ديال بي اي كيو، وكنقولوا ليه عاوتاني نفس الحاجه كتساوي لنا بي كنديروا بحال هكا هذه، كنديروا هذا الرمز هذا وكنديروا هذه. كتعني لنا ديما كتعني لنا باللي هو القاسم المشترك. انا نكتبها لك هنا، القاسم المشترك اكبر بين بي و كيو. هذه خصك تعقل عليها مزيان، وانا نوريك كيفاش كنخدموها وشنو هي الطريقه كيفاش كنجبدوها. مثلا كيما خدينا هنايا واحد جوج ديال لي بولينوم، انا غنسيبوزي عاوتاني باللي البولينوم بي هو اللي الدوغري ديالو كبير، حيت حنا دابا غنخدموا بلا ديفيزيون كليديان. ضروري باللي البولينوم اللي كتحطو اللي غتقسمو راه هو اللي تيكون عنده الدوغري كبير. مثلا خدينا باللي انا نسيبوزي باللي بي راه هو الدوغري، هو البولينوم اللي الدوغري ديالو كبير. يعني شنو غنمشي ندير؟ اول حاجه المرحله الاولى كيفاش كتخدم، كتمشي تشد هذاك بي وكتقسمو على كيو هكاك. ملي كتقسم بي على كيو كما قلنا كتلقى واحد، غنديرو هنا كيو دو اكس وهنا نديرو بي دو اكس، كتقسم هذا على هذا كتلقى واحد تي ان دو اكس هنايا، واحد لو كوسيون هنايا في الاول. وهنايا شنو كتلقى؟ كتبقى تحسب 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 حتى تلقى واحد الريست، مثلا نسميو ار ان دو اكس. ليطاب الثانيه، ولكن هاد ليطاب الثانيه انت ما غتحققش لك واحد الشرط اللي غنقولو ملي غنسالي ما علينا. انت هذه المرحله الاولى. ليطاب الثانيه شنو غتمشي دير؟ غتمشي تشد هاد الكيو دو اكس غتقسمو على هاد ار ان دو اكس. انت تشد كيو دو اكس وغتقسمو على ار ان دو اكس، ولكن فوقاش غدير هاد المرحله دوز لهاد المرحله الثانيه الا كان عندك باللي هاد ار ان دو اكس كيخالف الزيرو. يعني ماشي عدد وماشي زعما ماشي بولينوم نول، يعني تيكون عندك بولينوم اللي هو الدوغري اللي عنده دوغري اللي هو ني با نول. ما علينا. كتمشي تقسم هذا على هذا كتلقى واحد الكوسيون ثاني مثلا تي دو اكس، وغتبقى تحسب هنا تلقى واحد ار دو دو اكس. عاوتاني الا لقيتي باللي ار 2 دو اكس كيخالفك الزيرو غتمشي دير المرحله الثالثه اللي هي شنو غتمشي دير؟ غتمشي تشد ار 1 دو اكس. ديما كتشد هذا البولينوم اللي عندك هنا كتقسموا على هذا البولينوم هذا، ولكن خص ضروري هذا البولينوم هذا كيكون تيخالفك الزيرو ضروري. انت ار 1 دو اكس غتقسموا على شحال؟ غتقسموا على ار 2 دو اكس. غتلقى عاوتاني باللي هنا تي 3 دو اكس، وهنا تبقى تحسب غتلقى باللي هنايا ار 3 دو اكس مثلا. المهم تبقى غادي دير المرحله الرابعه والمرحله الخامسه. كتكمل المرحله اللي من موراها الا لقيتي باللي هذاك الريست اللي تيخرج لك باللي هو كيخالف الزيرو عاد كتكمل، حيت ميمكنش تشد واحد البولينوم تقسمو على الزيرو، هذه باينه. المهم كتبقى غادي حتى توصل في الاخر لواحد المرحله مثلا تكون عندك باللي ار ان موان زان، حيت ديما لاحظتي باللي كتكون عندنا باللي هنايا ار 1 هنايا ار 2 وهنا R3 انت R1 R2 R3 يعني هنا تيكون عندنا بلي Rn-1 هنايا كتكون عندنا Rn ولكن هنايا انت هنايا عندنا تكون عندنا T n+1 de x هنا كتبقى غالي 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 في الاخر قلنا هنايا غتخرج لك الزيرو يعني انا هضرت هنايا في هذه المرحله اللي غتلقى فيها باللي الريست كي ديال كيساوي الزيرو ملي تلقى الريست ديال كيساوي الزيرو انفو تلقى الريست ديال كيساوي الزيرو الوغ هذاك اللي قسمتي عليه اخر مره هو البي سي سي ديال هذاك ديال لي بولينوم اللي بديتي بهم في الاول نديروا مثلا حنا واحد المثال مثلا انت هنايا مشيتي للمرحله الاولى حسبتي بي وقسمتي على كيو بقيتي غادي غادي هذا الريست واحد هو اللي لقيتي كيساوي الزيرو يعني انت نيشان وصلتي لهذه المرحله هذه نيشان وصلتي لهاد المرحله هادي وشنو هو غيكون عندك البي سي ديال هذيك الحاله غتلقاه هو كيو دو اكس حيت هو اخر حاجه قسمتي عليها مثلا هنايا شديتي باللي مثلا دزتي المرحله الثانيه لقيتي باللي ار 1 دو اكس كيخالف الزيرو دزتي المرحله الثانيه غتبقى تحسب 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 غتلقى باللي هنايا مثلا ار 2 دو اكس كيساوي الزيرو يعني شنو هو البي سي دي البي سي دي هو ار 1 دو اكس مثلا بقيتي غادي غادي وما لقيتيش ار 2 دو اكس مثلا ما تحققش لك الشرط اللي قلنا دابا ومشيتي هنا لقيتي بلي هذا كتخالف الزيرو يعني عرفتي حسب المرحله الثالثه المرحله الثالثه مثلا لقيتي بلي ار 3 دو اكس هي اللي كتساوي لنا الزيرو الوغ شنو هو البي سي دي البي سي دي هو ار 2 دو اكس الوغ كتستنتج بلي هذاك البولينوم اللي قلنا كيفاش دابا كتجبدو هو البي سي دي ديال هذاك بي كيو ولكن ماشي بهذه البساطه خصك تركز معايا في واحد الحاجه اللي مهمه بزاف مثلا خد لقينا مثلا واحد البولينوم مثلا ار ان دو اكس هو البي سي سي دي ديال بهذه الطريقه اللي قلت لك دابا لقينا هو البي سي سي دي اونتر بي وكي ما كنحطوش بالطريقه اللي لقيناه شنو كتشي دير خصك تحطو ضروري اونيتير انا نشرح لك كيفاش غتحطو اونيتير انت مثلا لقينا بلي ار ان دو اكس مثلا كيساوي لك مثلا 3 اكس بلس 1 مثلا لقيتي بلي ار ان دو اكس كيساوي لك 3 اكس بلس 1 ما غاتيش عنده تقول لي بلي ار ان دو اكس راه هو البي سي سي دي اونتر هذوك جوج ديال لي بولينوم اللي بديتي منهم ضروري كتشد هذاك البولينوم ديالك كتقلب على اكبر بويسونس ديالو وكتشد هذاك اكبر بويسونس فين شنو هو الكويفيسيون اللي مضروب فيه وكتقسمو عليه يعني ما غاتشدش ار ان دو اكس تقول لي باللي هو البي سي سي دي ديال هذاك بي او كي غاتشي عنده تقول لي باللي اون مثلا غتقول لي اكس بلس 1 سور 3 يعني انت 3 اكس قسمت على 3 عطاتنا اكس و 1 قسمت على 3 عطاتنا 1 سور 3 سي لو بي سي سي دي بي جي سي دي اونتر اونتر بي مثلا في هذه الحاله هذه مثلا لا كان عندي عدد مثلا لقينا واحد العدد مثلا لقينا باللي سي مثلا ار ان دو اكس مثلا انا دابا هادي راه كنعطيها بصفه عامه انت ار ان دو اكس كتساوي مثلا واحد العدد مثلا ناخذ 17 مثلا ناخذ 17 الوغ غتستنتج لي بلي شنو هو حيت 17 راه مضروبه لنا في اكس ابوسون زيرو اللي هي واحد غتقول لي بلي اون غتشد هاد 17 واحد تقسم على ديك الكويفيسيون اللي مضروب لك في هذاك الاكبر بويسونس عندك هنا اكبر بويسونس عندك هنا شنو هي الزيرو علاش حيت راه اكس ار بويسونس زيرو هي واحد راه حنا شرحنا هذا الشيء في الاول يعني شنو غنسنتج هنا نسنتج لي باللي واحد سي لو بي جي سي دي اونتر بي اي كيو دابا عرفنا كيفاش نجبدوا البي جي سي دي هذه هي الطريقه ما كاينش شي طريقه واحده اخرى هذه هي الطريقه يعني خصك تميتريزيها مزيان انا غنحاول نعطيك واحد المثال باش تفهمني مزيان علاش كنهضر نعطيك واحد المثال مثلا خدينا واحد جوج ديال لي بولينوم مثلا كيو دو اكس مثلا نسميوها مثلا نعطيوها اكس ابسونس 3 بلس 2 اكس او كاري موان اكس موان 2 وعندنا بلي بي دو اكس كتساوي لنا مثلا اكس او كاري بلس 4 اكس بلس 3 وقلت لك عطيني البي سي سي دي اونتر بي او كيو شنو غاتمشي دير انت غاتمشي تحسب لا ديفيزيون في اول ايطاب دير لا ديفيزيون اوكليديان ديال هذا البولينوم على هذا البولينوم حيت هذا البولينوم هو الدوغري ديال اللي الدوغري ديالو كبير ماشي بالضروره يقول لك شنو غتحسب وشنو غدير يعني انت خصك تفهم هكا يعني البولينوم اللي الدوغري ديالو كبير هو اللي كتقسموا على البولينوم اللي الدوغري ديالو صغير غنشدو اكس ابيسونس 3 بلس 2 اكس انت هو قال لك باللي جبد لي البي جي سي دي شنو هو غتقول لي اكس ابوسونس 3 بلس 2 اكس موان اكس موان 2 تقسم على شحال تقسم على اكس او كاري بلس 4 اكس بلس 3 بلا تقسم هذا على هذا شنو غدير قلنا حنايا لي زيتاب كيفاش كنخدموا في لا ديفيزيون اوكليديان كتخدم لا ديفيزيون ديالك عاديه راه تختلف ما بين سؤال وسؤال غير الريزولطا كيفاش خاصها تخرج انت عندنا اكس ابوسونس 3 مقسومه لنا على اكس او كاري هي اكس وعندنا هنايا اكس فوا 3 هي بلس 3 اكس غنضربها في الموان هي موان 3 اكس وغنكتبوها تحت البويسونس اللي كيتبان لها عندنا هنايا البويسونس 1 هنا عندنا البويسونس 1 عندنا اكس فوا 4 اكس هي 4 اكس او كاري فوا موان هي موان 4 اكس او كاري عندنا اكس فوا اكس او كاري هي اكس ابسونس 3 فوا موان 1 هي موان اكس على بوسونس 3. غادي نجمعو هذا مع هذا تعطينا الزيرو، غادي نجمعو هذا مع هذا تعطينا هي موان 2 اكس او كاري، هذا مع هذا هي موان 4 اكس، وهذه هي موان 2. جو بونس صراب لي هذيك. ندوزو عاوتاني دابا الموان 2 اكس او كاري مقسوم لنا على اكس او كاري هي موان 2، غنضربو موان في موان 2 فوا 3 هي موان 6، وغنضربو عاوتاني في موان هي شحال هي بلوس 6. اتونسيون ما تنساش ديك البلان ديال انك ضروري خصك تضربها في الموان، وعندنا هنايا موان 2 فوا 4 اكس هي موان 8 فوا اكس، وغنضربوها في الموان عاوتاني هي بلوس 8 فوا اكس. عندنا هادي فهادي هي موان 2 اكس او كاري، ونضربوها في موان هي بلوس 2 اكس او كاري. هادي مع هادي غتمشي، وهادي مع هادي هي 4 اكس، وهادي زائد 4. واش خصنا دابا نحبسوا هاد لا ديفيزيون اوكليديان؟ خصنا نحبسوها علاش؟ حيت عندنا الدوغري ديال هذا كبر من اصغر من الدوغري ديال هذا قطعا. الوغ غنمشيو للطاب الثانيه. واش لقينا بلي هنا الراس كيساوي الزيرو؟ لا، هانت الراس هنا كيخالف الزيرو، يعني خصنا نزيدو نعاودو نحسبو ليطاب، نديرو ليطاب الثانيه. شنو غنمشي ندير؟ غنمشي نشد هاد البولينوم اللي كان عندي هنا، نقسمو على هاد البولينوم اللي كاين عندنا هنا. هانت نشد اكس او كاري بلس 4 اكس بلس 3، ونقسم على شحال؟ نقسم على 4 اكس بلس 4. هانت نقسم هادي على هادي، شنو تعطيني؟ هانت ديما تبقى دير نفس الحاجه. عندنا بلي غنقسمو اكس او كاري مقسوما على 4 اكس، هانت اكس او كاري مقسوما على 4 اكس. شنو غتعطيني؟ غتعطيني هي 1 سور 4 فوا اكس، راه عادي عادي دير واحد العدد اللي هو كسري هنايا، ماشي مشكل. انت عندنا 1 سور 4 فوا اكس، غنديرو 1 سور 4 فوا 4 هي 1 سور 4 فوا اكس فوا 4 هي اكس، فوا موان هي موان اكس، ونضربو هذا في هذا تعطينا هي اكس او كاري، ونضربوها في موان هي موان اكس او كاري. غنجمعو هادشي مع هادشي تعطينا الزيرو، وهادي مع هادي هي 3 اكس، وهادي مع حتى شي حاجه هي بلس 3 نيت. هكاك غادي نزيدو دابا نمشيو نقسمو. واش هادي يمكننا دابا نقسمو على هادي؟ علاش؟ حيت عندنا نفس الدوغري، باقي ما لقيناش هذيك الشرط ديال انه نلقاو الدوغري ديال هذا اكبر قطعا من الدوغري ديال هذا. عندنا 3 اكس مقسوما على 4 اكس، غدير نفس الحاجه، غتلقى بلي كتساوي لنا زائد 3 سور 4، هادي مقسوما على هادي، نفس الحاجه غدير. غضرب هذا في هذا تعطيك هي بلس 3، غضربها في الموان هي موان 3، وغنضربو هذا في هذا شحال تعطينا؟ تعطينا هي شحال؟ هي هي بلس 3 اكس، وغنضربها في موان هي موان 3 اكس. انت هنايا لاحظتي عندنا هنايا هذه زائد هذه هي الزيرو، وهذه زائد هذه هي الزيرو. انت لاحظتي بلي الريست اللي لقينا هنا دابا هو الزيرو. الوغ شنو هو القاسم المشترك ما بين هذوك جوج ديال لي بولينوم؟ حيت هما قالوا لنا جبدوا البي جي سي دي. شنو هو البي جي سي دي؟ البي جي سي دي هو اخر بولينوم قسمتي عليه، واخر بولينوم قسمت عليه باش نلقى الريست كيساوي الزيرو هو هاد 4 اكس بلس 4، ولكن ما نحطوش كما هو. انا غنستنتج في الورقه الوثق ديالي بلي ار ان دو اكس اللي لقيت اللي هو 4 اكس بلس 4، ولكن ما غنحطاش ليه بحال هكا. غنقول ليه بلي غنمشي نشد هذا نقلب على اكبر بويسونس ديالو، راه هي واحد، وغنشوف الكويسيون ديالها هو 4، يعني هذيك البولينوم كامل خصنا نقسمو على 4. يعني غنقول ليه الوغ غنقول ليه بلي اكس بلس انت هاد 4 اكس غنقسمها على 4 هي اكس، وهاد 4 حتى هي غنقسمها على 4 هي بلس 1. ديما كتقسم على الكويفيسيون اللي مضروب لك في هذيك الاكبر بويسونس. سي لو بي جي سي دي اونتر بي اي كيو، وهذه هي كيفاش نجبدو البي جي سي دي. ولكن هنا كيجي الدور ديال واحد السؤال، كما حنا عرفنا انه تيقدر يجي عندك مثلا واحد السؤال اللي هو مباشر، يقدر مثلا يجي عندك واحد السؤال اللي غير مباشر. بحال مثلا هذا هو السؤال المباشر، مثلا يجي عندك يعطيك واحد جوج ديال لي بولينوم، يقول لك جبد لي البي جي سي دي، اللي هو البي جي سي دي يقدر يكون اي عدد، يقدر يكون اي حاجه، انت كتشوف شنو غيخرج لك في الاخر. ولكن بعض المرات يقدر يفرض عليك، يجي مثلا يعطيك جوج ديال البولينوم، مثلا واحد النوع ديال الاسئله يقول لك مونطري كو هذوك جوج ديال لي بولينوم سون بروميير اونتر او، يعني هما اعداد اوليه. ملي كنقولوا بلي واحد جوج ديال الاعداد اوليه، يعني انهم تيتقسموا غير على بعضياتهم، هادشي غير في الاعداد، يعني تيتقسموا غير على بعضياتهم ولا كيتقسموا على واحد. ملي كنقولوا بلي واحد جوج ديال لي بولينوم راه هما سون بروميير اونتر او، الوغ كنستنتجوا بلي البي سي دي اونتر هادوك جوج ديال لي بولينوم ضروري كيساوي لنا واحد. انت راه في الاول تقدر تلقى عدد كما قلنا قبيله، تقدر تلقى مثلا 5 ناقص 6 10 مثلا، ولكن ملي كنلقاو عدد كنستنتجوا بلي البي جي سي دي راه هو واحد، حيت كنقسموا على هذاك العدد، حيت هذاك العدد تيكون مضروب لنا في اكس على بويسونس زيرو، وحنا قلنا كنقسموا على الكويفيسيون اللي تيكون مضروب لنا في اكبر بويسونس. المهم هذا كيفاش كنجبدوا، هذه كيفاش كنجبدوا زعما هذيك البي جي سي دي وصافي. المهم انا نحاول نكتبها لك هنايا باش تبقى عاقل عليها. انت ملي كيقول لك، انا نحاول نكتبها لك هنايا، ملي كيقول لك مونطري كو، مثلا نعطيك واحد جوج ديال لي بولينوم، قال لك مونطري كو مثلا جوج ديال لي بولينوم مثلا بي اي كيو سون premier entre eux. الوغ شنو غتنتج؟ ضروري خصك كيفاش غتجاوب على هذا السؤال، خصك تبين بلي البي جي سي دي اونتر هذاك بي اي كيو خصو يكون تيساوي لنا واحد، وحنا عرفنا دابا كيفاش كنجبدوا البي جي سي دي. ولكن غنحاول ندير واحد المثال باش تزيد تضبط معايا كيفاش تحسب لا ديفيزيون كليديون وتعرف كيفاش غادي تخرج لك هذيك واحد. غنحاول نعطيو شي مثال. مثلا ناخذ شي مثال، مثلا ناخذ مثلا واحد بي مثلا، ولا نبدلو عاوتاني، مثلا ناخذ واحد جي دو اكس مثلا كتساوي لنا مثلا اكس ا بوسونس 4 بلس 3 اكس ا بوسونس 3 بلس اكس او كاري بلس 3 اكس بلس 1. وناخذ مثلا بلي واحد اف دو اكس مثلا كيساوي ليا مثلا اكس او كاري بلس اكس بلس 1. غنمشيو نحسبو لا ديفيزيون كليديه اونتر جي اي اف. المهم حنا خصنا شنو هو قال لك، هو جا عندك في السؤال قال لك مونطري كو اف اي جي سون بروميير اونتر او، يعني غادي تحسب لا ديفيزيون كليديه ديال هاد جوج ديال لي بولينوم وخصك تلقى في الاخر البي جي سي دي راه هو واحد. تحسب بالطريقه كما قلت لك كيفاش نحسبو هذاك البي جي سي دي بنفس الطريقه، ولكن الريزلت اللي تلقاها في الاخر هي واحد. انت غنقسمو اكبر دوغري على اصغر دوغري اللي هي اكس ا بوسونس 4 بلس 3 اكس ا بوسونس 3 بلس اكس او كاري بلس 3 اكس بلس 1. نقسموه على شحال؟ نقسموه على اكس او كاري بلس اكس بلس 1. تحاول دابا تتبع معايا شويه في البي جي اف هاد لا ديفيزيون كليديان، حيت خصك تعلمها وتولي تزرب فيها شويه. انت عندنا هادي مقسومه على هادي هي اكس او كاري، هادي غنضربوها في هادي هي بلس اكس او كاري، نضربوها في الموا هي موان اكس او كاري، هادي عاوتاني في هادي هي بلس اكس ا بوسونس 3 نضربوها في الموا هي موان اكس ا بوسونس 3، هادي في هادي هي اكس ا بوسونس 4 فوا موان هي موان اكس ا بوسونس 4. غنجمعو هادي مع هادي تعطينا الزيرو، هادي مع هادي هي 2 اكس ا بوسونس 3، هادي مع هادي غتانيولا، هادي زائد حتى شي حاجه هي النيت، ها هي 3 اكس، هادي زائد اي حتى شي حاجه هي بلس 1. غنقسمو هادي على هذا، عندنا 2 اكس ا بوسونس 3 مقسومه لنا على اكس او كاري هي شحال؟ هي بلس 2 اكس، وهادي فوا هادي هي 2 اكس فوا موان هي موان 2 اكس، ها هي موان 2 اكس، هادي في هادي هي 2 اكس ا بوسونس 2 غنضربوها في موان هي موان 2 اكس ا بوسونس 2 هي موان 2 اكس ا بوسونس 2، هادي في هادي هي 2 اكس ا بوسونس 3 غنضربوها في موان هي موان 2 اكس ا بوسونس 3. لا لاحظتي هادي مع هادي غتانيولا، هادي عندنا مع من نجمعوها غنكتبوها هي نيت موان 2 اكس ا بوسونس 2، هادي زائد هادي هي بلس اكس، هادي زائد هادي هي زائد 1. غنقسمو هذا على هذا ها هي موان 2، هادي فوا هادي هي موان دو فوا موان زان هي بلس دو، هادي فوا هادي هي موان دوز إكس فوا موان زان هي بلس دوز إكس، هادي في هادي هي موان دوز إكس أو كاري فوا موان زان هي بلس دوز إكس أو كاري. غنديرو لاصوم عاوتاني غتعطينا هادي تانيولا، هادي زائد هادي هي ترواز إكس، هادي زائد هادي هي بلس تخوا. واش خصنا نحبسوا لا ديفيزيون كليديان ديالنا الاولى ولا ليطاب الاولى؟ علاش؟ حيت لقينا بلي الدوغري ديال هاد البولينوم راه هو صغر قطعا من الدوغري ديال هاد البولينوم، ولا العكس لقينا بلي الدوغري ديال هاد البولينوم راه هو اكبر قطعا من الدوغري ديال هاد البولينوم. يعني شنو غنمشيو نديرو دابا؟ غنمشيو نشدو هذاك البولينوم اللي كان عندنا هنا ونقسموه على البولينوم اللي كاين عندنا هنا، بحال هكا كنحسبوا لا ديفيزيون كليديان. غنشدو اكس او كاري بلس اكس بلس 1 غنقسموها على شحال؟ غنقسموها على 3 اكس بلس 3. عندنا هادي مقسومه على هادي هي هانت عندنا عاوتاني اكس او كاري سور 3 اكس ايكال شحال؟ ايكال 1 سور 3 فوا اكس، هاي 1 سور 3 فوا اكس، هادي في هادي هي شحال؟ هي اكس نضربوها في موان زان هي موان اكس، هادي في هادي هي شحال؟ هي بلس اكس او كاري نضربوها في الموان هي موان اكس او كاري. الا لاحظتي هادي غنجمعها مع هادي الزيرو، هادي غنجمعها مع هادي الزيرو، ولكن الا جمعنا هادي مع حتى شي حاجه تعطينا هي واحد. انت لاحظتي في الاخر لقينا واحد، ما لقينا زعما شي عدد واحد اخر ولا شي حاجه اللي غنقسموا عليه ولا شي حاجه، نيشان لقينا واحد، يعني كنقول لك رانا هو البي جي سي دي. الوغ شنو غنستنتجو؟ الوغ غنستنتجو بلي الوغ بي جي سي دي ديال بي اي كيو كيساوي لنا نفس الحاجه، تقدر تقول لي مثلا بي اي كيو بحال هكا كتساوي لنا شحال؟ كتساوي لنا واحد. دونك غنقول لي بي اي كيو سون بروميير entre eux. هكاك. وكانت هذه كيفاش كنجبدو البي جي سي دي. غنحاولوا ما نطولوش بزاف في هذا الفيديو هذا، نحاولوا نديروا في فيديو الكماله ديال لي بولينوم، وغندوزو حتى لي فراكسيونسيونيل حيت كما قلنا ما نطولوش بزاف في لي بولينوم. لاحظتي ملي انا ما تنبقاش غادي معاك في الكور، تنبقى نديطاي معاك في الكور بزاف، تنعطيك الريزلطه ديال الريزلطه، يعني داك الشيء المهم اللي غتحتاجو في التمارين كيفاش تخدم واللي خصك تفهم ضروري من لي بولينوم. اما شي حوايج اللي بساط وعاديين راه عاديين. المهم هادشي اللي كان في هذا الفيديو هذا الدراري، نشوفكم في فيديو ماجي. يلاه تهلاو ليا فراسكم.